بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. في البدايه حبينا نبتدي بكل كتيبه العمل اللي شاركوا في الانجاز وبطوله الدوري رقم 41. استعرضنا كل الجهاز الفني، كل اللاعبين، حتى عمال غرف الملابس، حتى عمال الزراعه اللي كانوا بيهتموا بالملعب على مدار الموسم. هو ده النادي الاهلي. دايما في جمل وفي مقولات تتقال عبر التاريخ وعبر 100 سنه. النادي الاهلي نادي بطولات، روح الفانيلا الحمراء، النادي الاهلي مؤسسه، النادي الاهلي اداره، النادي الاهلي غير. دي جمل دايما بتتقال. الجمل دي تجسدت او ظهرت في حفل تكريم النادي الاهلي في البطوله رقم 41. عفوا. في الحفل التكريم كان في حاجات عظيمه جدا ودروس مستفاده من حفل التكريم. لما نشوف رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب وهو بيتكلم باسم النادي الاهلي، باسم مؤسسه النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي، ونشوف كل اعضاء مجلس الاداره موجودين. كابتن محمود الخطيب ما نسبش لنفسه بطوله الدوري رقم 41 وقال انا اللي جبتها او انا كنت السبب. دايما لما بيتكلم بيقول النادي الاهلي منظومه جماعيه مؤسسه. لما بيكون في نجاح في عوامل كتير هي اللي بتسبب او بتكون مشاركه في النجاح، من ضمنها مجلس الاداره، جمهور النادي الاهلي، اللاعبين كمان. النادي الاهلي كان حريص انه يكرم ولاده حتى اللي خرجوا للاعاره او للبيع. النادي الاهلي كان حريص انه يكونوا موجودين في حفل التكريم. عشان كده بقول لحضراتكم النادي الاهلي غير. حتى الاجهزه الفنيه اللي شاركت في تحيه النادي الاهلي الانجاز رقم 41، كارترون ولاسارتي، كابتن محمد يوسف، عادل مصطفى، كل دول ناس شاركت في الانجاز. فعشان كده دايما بقول لحضراتكم النادي الاهلي غير. النادي الاهلي عمل مؤسسي. كابتن محمود خطيب لما بيتكلم باسم وقيمه النادي الاهلي. كمان النادي الاهلي كان حريص على وجود نجومه الكبار جدا اللي لهم تاريخ كبير زي الكابتن مصطفى عبده. انا شفت بعض المشاركين، كابتن مصطفى عبده الموجود معانا على الهوا، ربنا يديله الصحه، كابتن شطة، كابتن فتح نصير، أسماء كبيرة، حتى الصحفيين اللي كانوا موجودين في الحفل. النادي الأهلي بعامل الناس كلها بشكل محترم جدا، بشكل يبين قيمة وقدر النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما بيدي دروس للجميع. علشان كده كان ده درس مهم جدا ودروس مستفادة من حفل التكريم. احنا ما بنبصش انها مجرد حفلة النادي الأهلي بيستلم فيها الدرع، لا، النادي الأهلي كمان وهو بيستلم الدرع وبيتم تكريمه بيدي دروس ودروس كبيره جدا. كمان عجبتني كلمه كابتن النادي الاهلي حسام عاشور اللي انا حابب نروح نسمعها قبل ما اعلق عليها دلوقتي. ربنا في النادي الاهلي نبقى رقم واحد على طول، ما فيش حاجه اسمها رقم اتنين. لازم ده اللي اتعلمناه في الناشئين، اللي احنا نبقى رقم واحد على طول. مفيش حاجة اسمها تاخد مركز تاني، مفيش حاجة اسمها تلعب لاخر نفس، وده اللي الناس شافته الفترة اللي فاتت. النادي الأهلي عمره ما خد بطولة وطلع فيها النادي الثالث. معلش بس هي البطولات دايما مكسب وخسارة يعني. بس احنا عمرنا الحمد لله يعني بلا غرور، عمرنا في حياتنا ما خسرنا دورة. النادي الأهلي عمره ما خد مركز ثالث في البطولة أبدا، النادي الأهلي احنا قاعدين بس ربنا هيكرمك ان احنا عمرنا ما خدنا. كلمة مهمة جدا من كابتن النادي الأهلي كابتن حسام عاشور. حسام عاشور اتربى جوه النادي الأهلي ولعب ما شاء الله مدار سنوات طويلة مع الفريق الأول مع مدربين مختلفين سواء أجانب أو مصريين. قال كلمة مهمة، قال إن إحنا جوه النادي الأهلي وإحنا في الناشئين اتربينا دايما نكون رقم واحد مش رقم اتنين. رقم اتنين ده بالنسبة لنا يعتبر زي الأخير. النادي الأهلي دايما بيدور إنه يكون رقم واحد حتى كمان في الناشئين وفي الفريق الأول. فدي رسالة مهمة جدا من كابتن النادي الأهلي ونجم كبير زي حسام عاشور. كمان وجود مؤمن زكريا. مؤمن زكريا هو احد يعني ابناء النادي الاهلي المخلصين اللي ياما متعوا جمهور النادي الاهلي وبيتم تكريمه. النهارده لما بنتكلم عن عائله الاهلي، مؤمن زكريا لما يكون في محنه بيلاقي الكل متكاتف والكل مساند ليه والكل معاه. علشان كده بقول لحضراتكم النادي الاهلي غير. النهارده كابتن محمود الخطيب ووليد سليمان وكل لعيبه النادي الاهلي وايمن اشرف وكل اللعيبه، مؤمن زكريا الابتسامه دي تساوي كتير جدا جدا جدا. ابتسامه مؤمن زكريا في المحنه بتاعته ويحس ان اخواته في النادي الاهلي والمسؤولين
واقفين جنبه. علشان كده بقول لحضراتكم النادي الاهلي على مدار التاريخ المقوله صحيحه، النادي الاهلي غير. نروح لفاصل، وبعد الفاصل نبدا اولى فقرات برنامج الاشباح. بجد تحية بحضراتكم مرة تانية، ونروح بقى لأول فقرات برنامج الأشبال، يا فقرة أخبار الناشئين والأشبال في الصحف والمواقع. وهنبتديها منذ ساعات قليلة، يعني من حوالي ساعتين، فريق شباب النادي الأهلي بيفوز على الإنتاج الحربي بثلاثية 3-1. انتهت مباراة شباب الأهلي 3-1 على ضيفه الإنتاج الحربي في ملاعب الناشئين بمدينة نصر. ما شاء الله عندنا فريق شباب النادي الأهلي بيتولاه أو بيقوده كابتن عمرو أنور بيحقق نتائج مميزة جدا. كانت المباراة في مدينة نصر انتهت 3-1 لصالح النادي الأهلي. أحرز الأهداف كان محمد شكري هدفين، وصالح نصر هدف من ضربة جزاء. النادي الأهلي بيتصدر جدول بطولة الجمهورية للشباب. وهنروح نعرف بقى تفاصيل أكتر، لسه ما معناش فاروق. طيب هنروح بعد شوية لفاروق صلاح مراسلنا، كان موجود في المباراة عشان نتعرف أكتر منه لما يكون موجود معانا. ما شاء الله يعني شباب النادي الاهلي بيسير على خطى ثابته، كل المباريات اللي لعبها مكسب، ما فيش غير مباراه وحيده كانت في افتتاح مشوار البطوله كان امام سموحه، كان تعادل ايجابي 1-1. كل المباريات بعد كده النادي الاهلي فاز فيها، ودي الصور اللي معانا من لقاء اليوم، النادي الاهلي والانتاج الحربي. الانتاج الحربي بالمناسبه بيقود قطاع الناشئين في الانتاج الحربي الكابتن ماهر همام ابن النادي الاهلي، وعامل نتائج برضه مميز، نتائج مميزه مع الانتاج الحربي. هنروح نتعرف أكتر على اللقاء من خلال مراسلنا وزميلنا فاروق صلاح. ازيك يا فاروق؟ تحياتي ليك يا كابتن أسامة ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي ومشاهدي ومتابعي برنامج الأشبال. كنت موجود النهارده في مباراة شباب النادي الأهلي أمام إنتاج الحرب، كلمنا عن المباراة النهارده، خاصة المباراة انتهت بفوز النادي الأهلي 3-1، وسيناريو المباراة كانت الأمور ماشية إزاي؟ خليني اقول لك كابتن اسامه، في البدايه المباراة كانت ضمن فعاليات الأسبوع الخامس لبطولة الجمهورية للشباب مواليد 99. الاهلي دخل اللقاء وهو في المركز الاول منصفه مع فريق بيراميدز رصيد كل فريق 10 نقاط. طبعا النادي الاهلي في هذا اللقاء كان بيعاني من بعض الغيابات، سواء للاصابات او اثنين لاعبين منضمين لمعسكر المنتخب الاولمبي عمار حمدي ومصطفى شوبير. النهارده الكابتن عمرو انور دفع باحمد طارق سليمان في حراسه المرمى، وقدامه اثنين مساكين مصطفى الياس، ودفع كمان يستعان بلعيبه من اربع لاعبين من فريق ال 2000 مصطفى الياس وفارس طارق واللاعب احمد الشامي. لو استعرضنا التشكيله كابتن اسامه، كان اثنين قلبي دفاع، مصطفى الياس وعادل زينهم، وفارس طارق باك يمين باك شمال محمد شكري. نص الملعب كان عبد الرحمن نمانو والسيد محمود، قدامهم محمد فخري وبشار واللاعب وليد مصطفى، وراس حربه احمد الشامي. النادي الاهلي استهل اهدافه في الدقيقه 20 من ركله جزاء احتسبها الحكم اللقاء محمد عباس مايو لاعاقه اللاعب وليد مصطفى. قدر محمد شكري يحرز هدف اول للنادي الاهلي، ثم هدف ثاني احرزه محمد شكري من كره ثابته كانت في الدقيقه 37 من شوط اللقاء الاول. ثم قدر فريق الانتاج الحربي ان هو يقرب اللقاء شويه مع الدقيقه الاخيره من الشوط الاول واحرز هدف. وانتهى الشوط الاول يا كابتن اسامه بهدفين، بتقدم النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. عمل فريق الانتاج الحربي مجموعه من التبديلات مع بدايه الشوط الثاني، قدر يحسن من اداء الفريق. استمر صمود لاعبي النادي الاهلي، تالق احمد طارق سليمان وتالق لاعبي خط وسط النادي الاهلي، ثم احتسب حكم اللقاء ركله جزاء لفريق النادي الاهلي في الدقيقه 95 من اللقاء. قدر صالح نصر يحرزها، وده اول هدف في اول مشاركه رسميه لصالح نصر. عايز اسالك بقى عن صالح نصر يا فاروق، يعني دي اول مباراه يلعبها الموسم ده صح كده؟ دي اول مباراه يشارك فيها كابتن اسامه لصالح نصر، كان في عقوبه ايقاف من الجهاز الفني للنادي الاهلي. النهارده صالح بيشارك بيحرز هدف من ركله الجزاء. والروح يا كابتن اسامه اللي انا عايز اتكلم عليها، روح لعيب النادي الاهلي، ان اللي كان مخصص لتسديد ركلات الجزاء في النادي الاهلي كان محمد شكري رقم واحد ومحمد فخري رقم اثنين. لعيبه النادي الاهلي عملت موقف ان صالح بعيد بقاله فتره عن المشاركه، بيروح رياضيه، محمد شكري سمح لصالح نصر ان هو يسدد في ركله الجزاء، وقدر ان هو يحرز من خلالها هدف في لفته وروح معنويه من لعيبه النادي الاهلي. من الامور الهامه ثانيه يا كابتن اسامه اللي عايز ان انا اشير ليها، ان حضور كابتن شعيب مدرب التحليل والاحصاء في فريق النادي الاهلي اللي بيتابع فرق الشباب، والنهارده كان موجود بيتابع اللقاء
كاملا تابع ال 90 دقيقه من اللقاء، واكيد بيدون بعض الامور الفنيه، بيتابع فرق الشباب فريق الشباب ويشوف اقرب العناصر اللي تقدر تكون على رادار الفريق الاول للفتره القادمه. طيب يا فاروق، عايز اسالك عن حاجه مهمه، هل عندك معلومه ان فايلر طلب ان يعني هيبقى في تنسيق ما بين الفريق الاول وقطاع الناشئين من حيث طريقه توحيد اللعب؟ يعني هو حابب ينقل يبقى نفس اللعب ونفس اسلوب الفريق الاول يكون في قطاع الناشئين، فالنهارده في حاله وصل هو شعيب اللي انت بتقول انه كان موجود يعني في لقاء النهارده وكان موجود في لقاءات سابقه قبل كده يا فاروق. بالفعل يا كابتن اسامه، في تعاون او تواصل ما بين مسؤول الجهاز الفني الاول للنادي الاهلي مستر ريني فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ مع مسؤول قطاع الناشئين في النادي الاهلي من اجل توحيد طريقه لعب الفريق الاول مع فرق الشباب. وايضا النقطه المهمه كمان يا كابتن، كيفيه استغلال الكرات الثابته، يعني النهارده النادي الاهلي بيحرز ثلاث اهداف من كرات ثابته، الاطار اللي احنا بنشوفه مع الفريق الاول وبنشوفه مع فريق 2001. ومستر شعب كان ايضا اتفرج وتابع لقاء الاهلي وفريق مصر مواليد 2001، يعني الفريقين اللي هم الاقرب الفرق للفريق الاول فريق 2001 و99. فحاله الاتصال مستمره. النقطه المهمه الثانيه اللي انا عايز اشير ليها يا كابتن اسامه، نتائج الجوله، يعني شفنا النهارده الاهلي طبعا كان داخل اللقاء وهو في الصداره منصفه مع فريق بيراميدز. تمام. فريق بيراميدز كان بيتفوق بفارق الاهداف عن النادي الاهلي. تمام. فريق بيراميدز اتعادل على ملعبه مع فريق انبي بهدفين لكل فريق علشان ينفرد النادي الاهلي بالصدارة. تماما بالصداره، رصيده من النقاط 13 نقطة، أقوى خط هجوم النادي الأهلي أيضا أحرز 11 هدف وعليه هدفين. أيضا من ضمن النتائج يا كابتن أسامة، فريق الإسماعيلي قدر إن هو يفوز على نادي الزمالك 4-1. علشان النادي الإسماعيلي يقرب شوية، كان بعيد نادي الإسماعيلي. المباراة كانت فين يا فاروق؟ الإسماعيلي والزمالك. مباراة الإسماعيلي والزمالك كانت في إسماعيلية ولا في ميت عوبة؟ ولا ما عندكش فكرة؟ الإسماعيلية كانت. مباراة الإسماعيلي والزمالك كانت على ملعب نادي القناة بالإسماعيلية. نادي الاسماعيلي تسيد اللقاء، قدر ان هو يفوز باربع اهداف مقابل هدف علشان يقرب شويه للمركز الخامس. نادي الزمالك احتل حاليا المركز ال 11. ضمن المباريات الجوله ايضا يا كابتن، فريق الاسوان قدر يفوز على الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء. باقي اللقاءات انتهت بالتعادل يا كابتن اسامه، يعني لنا 9 لقاءات، فرق 3 لقاءات انتهت بالفوز، لقاء الاهلي ولقاء اسوان والاتحاد ولقاء نادي الاسماعيلي والزمالك، باقي اللقاءات انتهت بالتعادل يا كابتن اسامه. طيب الخمس لقاءات اللي لعبهم النادي الاهلي قبل الجوله الخامسه، ابتدى الدوري المباريات عارف نتائجها ولعب مين يا فاروق؟ طبعا يا كابتن اسامه، النادي الاهلي استهل مشواره كان بملاقات فريق سموحه، وانتهى اللقاء بتعادل بهدف لكل فريق. ثم ثاني لقاءات النادي الاهلي، كان النادي الاهلي التقى مع فريق نادي الزمالك بملعب نادي الزمالك بميت عوبة. في لقاء تسيده النادي الاهلي وقدر ان هو يفوز على نادي الزمالك ب3 اهداف مقابل لا شيء. ثم التقى النادي الاهلي في ثالث لقاءات مع فريق الاتحاد السكندري بملعب النادي الاهلي، وفاز النادي الاهلي ب3 اهداف مقابل لا شيء. ثم النادي الاهلي كان التقى في اخر لقاءاته مع فريق الجونه بملعب الجونه، وقدر يفوز بهدف في الدقيقة 89 كان احرزه اللاعب بيسو. ثم اخيرا كان لقاء اليوم امام فريق الانتاج الحربي، وقدر النادي الاهلي ان هو يفوز على فريق الانتاج ب3 اهداف مقابل هدف. يعني يا كابتن اسامه، الاهلي لعب 5 لقاءات، فاز في 4 وتعادل في لقاء وحيد. اقوى خط هجوم النادي الاهلي، اقوى خط دفاع النادي الاهلي، على القمه على الصداره النادي الاهلي. شكرا جزيلا لزميلنا ومراسلنا فاروق صلاح على التغطيه، يعني حطينا جوه لقاءات شباب النادي الاهلي. بنبارك طبعا شباب النادي الاهلي النهارده على الاداء وعلى النتيجه وعلى التصدر، وما شاء الله شايف لعيبه كمان فايقه، يعني محمد شكري عوده صالح نصر، ورساله هنا لصالح نصر. صالح نصر خامه مبشره، خامه جيده، لازم يشتغل على نفسه، لازم يصبر. الفرصه لما تيجي الفريق الاول ان شاء الله ان شاء الله يستغلها ويكون موجود، بس لما تيجي يكون هو مهيئ ليها. عشان كده دي رسالتنا لصالح نصر، صالح نصر لعيب كويس ان شاء الله يكون ليه مكانه بعد كده في الفريق الاول. نروح لتاني اخبارنا مع اهلي 2001، فريق 2001 دي كان 99 روح ل 2001، يفوز على وادي دجله بثنائيه في بطوله الجمهوريه. نادي الاهلي 2001 بيفوز على مضيف وادي دجله، كانت المباراه اقيمت في نادي وادي دجله. احرز الاهداف محمد ياسر ومحمد اشرف. محمد ياسر ما شاء الله مهاجم 2001، يعني ماشي بخطى كويسه، خامه مبشره. وايضا محمد اشرف الباك ليفت بيقود الجهاز الفني لفريق 2001
كابتن احمد سراج مدير فني، واحمد عبد الظاهر مدرب عام، ممدوح عبيد مدرب، تامر تسوي مدرب حراس مرمى، محمد راشد مدير اداري، ومحمد امام طبيب الفريق، وابراهيم خاطر اخصائي التدليك. هنروح بقى لنتائج الجوله 2001 جوله التاسعه. فوز حرس الحدود على المصري 3-0، فوز الاهلي على وادي دجله 2-0، فوز الاسماعيلي على طنطا 1-0، فوز المقاولين العرب على الجونه 1-0، انبي على سموحه 1-0، تعادل مصر المقاصه مع الانتاج الحربي 0-0، تعادل طلائع الجيش مع الزمالك 1-1، وبيراميدز مع الاتحاد السكندري التعادل ايجابي 2-2. دي كانت نتائج الجوله التاسعه لدوري 2001. تاسعه علشان دوري 2001 ابتدوا بدري شويه، كان فضل الكابتن ربيع ياسين ان يبتدوا بدري شويه علشان يكون عنده وقت ان شاء الله في نهايه الدوري انه يقدر يجمع اللعيبه عشان يعمل معسكر في نهايه الدوري علشان قبل اول مباراه رسميه. كنا مع 2001، هنروح لاهلي 2003. فريق 2003 ما شاء الله اللي بيقدم مباريات قويه والنتائج كمان قويه جدا. اهلي 2003 يفوز على الانتاج ايضا بثنائيه في بطوله الجمهوريه. كان المباراه اقيمت في ملاعب الناشئين بمدينه نصر، احرز الاهداف محمد سرحان في الدقيقه 35 وميدو نبيل في الدقيقه 40، الاهداف كانت في الشوط الاول. كان النادي الاهلي بدا بتشكيل مكون من حراسه المرمى نور نجاتي، في الدفاع اسلام عبد الله وابراهيم عبد الحكيم وكريم فكري ومازن اسامه، في خط الوسط محمد وائل واحمد داوود وميدو نبيل وعمرو توفيق واحمد شريف، وفي الهجوم محمد سرحان. الشوط الثاني كان الكابتن محمد سعد عمل تغييرات، شارك يوسف نوفل بدلا من محمد سرحان، وكريم عثمان بدلا من احمد داوود، ومجدي شريف بدلا من ميدو نبيل. ما شاء الله ده الفوز الرابع لفريق 2003 ليرتفع رصيده الى 13 نقطه. كابتن شريف عبد الفضيل بيقول شخصيه الاهلي، كابتن شريف عبد الفضيل هو المدرب العام في فريق 2003 مع كابتن محمد سعد المدير الفني، بيقول شخصيه الاهلي وراء النتائج الجيده لاهلي 2003 واثنى على فريق 2003 على الاداء وعلى النتائج، وقال استعاده اللاعبين لشخصيه وروح الاهلي وراء النجاح الذي يحققه الفريق من بدايه الموسم وحتى الان. طيب هنروح بقى نشوف الكابتن محمد سعد والكابتن شريف عبد الفضيل قالوا ايه ونرجع لحضراتكم مرة ثانية. طبعا مبروك، تتقلنا ان شاء الله ان شاء الله في اخر السنة لما يبقى لنا واخدين البطولة ان شاء الله. فاحنا الهدف بتاعنا مش ان احنا نكسب ماتش والتاني والتالت، احنا هدفنا ان احنا نرجع بطولة فاقدينها السنه اللي فاتت، و دي احنا يعني سلمه، تعتبر سلمه، انما يعني مبروك في الاخر خالص ان شاء الله. واحنا بنحاول نعمل مجموعه من اللاعبين مميزين فنيا وتكتيكيا وبدنيا، وكل مباراه الحمد لله بيزيدوا. حته الناحيه الدفاعيه اللي بتقول عليها عدد الاهداف قليله، دي احنا بنتمنى ان الكلام ده يكون لاخر السنه ان شاء الله. الموضوع مش ان عندنا ناس مميزه في الناحيه الدفاعيه، احنا سيستم ونظام وتقفيل بطريقه معينه بنشتغل بيها، وكل اللعيبه بتادي، ويعني الحمد لله يعني اللعيب بيطلع واللعيب التاني بينزل مكانه بيادي نفس الدور وبيادي نفس الشغل. احنا الحمد لله كل ماتش بيخلص زي ما بنقول كده متعودين ان اخر اليوم خلاص الصفحه بتتقفل وبنبتدي نعمل اداء. يعني احنا عندنا ماتش ودي بكره، الناس اللي ما لعبتش او خدت جزء من المباراه بتاخد جرعه قريبه من الماتش الرسمي، وعشان يبقى عندنا ناس جاهزه كتير. البطوله كبيره والاصابات والانذارات والحاجات دي ممكن تبقى مؤثره لو اعتمدت على عدد قليل من اللعيبه. مش عايزين ننسى كابتن ميدو ماهر، محمد ماهر، وكابتن بهاء، احنا طبعا جهاز، وكابتن شريف اداري، بس انا بتكلم على بتوع الشغل الفني والتدريب يعني. فاحنا شخصيه واحده، وبالنسبه لي انا اول يوم قعدت فيه مع الجهاز ومع اللعيبه قلت لهم كابتن شريف عبد الفضيل مدير فني وانا كمان مدير فني، فكله بيشتغل زي بعضه، كله بيشتغل زي بعضه، وانا بالنسبه لي ما عنديش مشكله. اهم حاجه الفرقه تشتغل واللعيبه تكسب وتاخد خبرات. لا عندنا ماتش لا لا لا، فالحمد لله الحمد لله. مبروك يا كابتن محمد وبالتوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه. ربنا يكرمك. كابتن شريف بقى اقول لك، كابتن شريف، كابتن محمد قال كلام كتير، وحاله الحب اللي انا بقول عليها وما بين اللاعبين. هقاطعك طبعا، انا بشكر الكابتن محمد سعد، راجل ليه تاريخ كبير. انت لو شفت السي في بتاع الكابتن محمد سعد هتلاقي ما شاء الله
تاريخ اذا كان في لعبه في النادي الاهلي وكمان تجربته التدريبيه مع منتخب مصر. فالحمد لله احنا كلنا يعني الحمد لله انا اتحطيت مع الراجل ده، راجل محترم وبنتعلم منه كتير والحمد لله جدا، وراجل مخلص بصراحه، اول واحد بيجي التمرين واخر واحد بيمشي من التمرين. ومعنا كابتن ميدو وكابتن بهاء وكابتن شريف الاداري وكابتن طه المعد البدني، مش عايز انسى حد من الناس كلها. والله ما باخد، انا كل يوم موجود هنا. طبعا انا ساكن بعيد شويه، بس هو ده يعني ده شغلنا وده سماتنا وده النادي الاهلي علمنا الاخلاص والانتماء ازاي. لازم تتعب عشان تلاقي، لازم يبقى فيه اخلاص وحب، ولازم يبقى فيه تضحيه في حاجات كتير عشان تنجح. يمكن احنا كل شغلنا انا وكابتن سعد وكابتن ميدو بنشتغل دايما على التنظيم، ازاي ابقى منظم. يمكن احنا شفنا المشاكل اللي واجهت الفريق قبل كده، كان في قصور في حتت معينه في التكتيك، في اسلوب اللعب، في التنظيم جوه الملعب. الحمد لله قدرنا نطور اللعيبه ونعمل لهم تخصصات كتيره، يعني شغل كتير بيحطه كابتن محمد سعد وبحط انا وكابتن ميدو، بنشتغل مع بعض كلنا مجموعه واحده الحمد لله. يمكن كلنا في حاله حب موجوده وفي حاله ود، الحمد لله في تفاهم موجود في كل حاجه. كل الشغل ده الحمد لله الفتره اللي فاتت بيعود علينا واحده واحده. يمكن اللعيبه الحمد لله بدات تستجيب للاسلوب لعبنا وطريقتنا في اللعب الحمد لله. يمكن ده كله باين في الملعب الحمد لله. اللعيبه بدات تفهم احنا عايزين ايه، اللعيبه بقيت اوصل لها فكر كبير، فكر جديد الحمد لله بداوا يستوعبوا ده. شغل التخصص على طول، يمكن كابتن سعد ياخد مجموعه تخصص وانا اخد مجموعه تخصص، الولاد الحمد لله في تطوير في ادائهم. وانا برضو عايز اشكر اللعيبه كلها اللي موجوده. اللعيبه بصراحه اللعيبه دي اتحملت كتير، لان اللعيبه دي اتقال عليها كلام كتير قبل كده، انا مش عايز اقول مش كويس، بس لا، لعيبه النادي الاهلي 2003 لعيبه كويسه جدا، لعيبه ممتازه، وان شاء الله الفريق الاول باذن الله هنطلعهم مجموعه لعيبه كويسه ان شاء الله تساهم باذن الله مع الفريق الاول. في 2003 كانوا لعبوا 5 مباريات، فازوا في 4 وتعادلوا في مباراة. هنروح نشوف نتائج بقى الجولة الخامسة لدوري الجمهورية 2003، بيلعبوا دوري الجمهورية. نتائج الجولة الخامسة، فوز إنبي على بيراميدز 2-0، الأهلي على الإنتاج الحربي 2-0، المقاولين العرب على حرس الحدود 1-0، فاز الزمالك على الإسماعيلي 1-0، وادي دجلة على الجونة 3-0، مصر المقاولين، وتعادل أسوان مع الاتحاد 1-1. طنطا طلع الجيش حصلوا على راح. هنروح بقى لدوري 2005، فريق 2005 اللي بيشارك السنه دي في دوري منطقه القاهره. هنروح لاول خبر عندنا مع 2005. 2005 فاز على مركز شباب الاميريه في افتتاح الدوري بنتيجه كبيره 7-0 في افتتاح بطوله القاهره، بيقود 2005 كابتن احمد سمير اللي هيكون ضيفي في الجزء الاخير من برنامج الاشبال النهارده، ونتعرف معاه اكتر عن فريق 2005. 2005 فاز 7-0 على شباب الأميرية، أحرز الأهداف عبد الرحمن خالد، محمد أبو العمايم هدفين، وعبد الرحمن خالد هدفين، هدف لكل من عبد الله بستانجي وطارق فوزي ومحمد رأفت. مجموعة الأهلي في دوري منطقة القاهرة بتضم فريق الظهور والنصر وطلاع الجيش ومركز شباب الأميرية، مصر التأمين و15 مايو والمولين العرب، مركز شباب التجمع والاتصالات، ومصر جيدة وحلوان الرياضي. كان الكابتن احمد سمير ايضا سعيد باداء اللاعبين، الاداء كمان سعيد بيه بغض النظر عن النتيجه، وبقول دي دفعه في بدايه المشوار للاعبين لاكتساب الثقه، وان شاء الله النتائج تكون افضل كمان خلال الفتره القادمه والعروض اقوى يعني عن بدايه الدوري كمان. الخبر اللي بعد كده، الكابتن فتحي مبروك وعبد الدايم يتابعان انطلاقه مهرجان براعم 2008 بالقاهره. النادي الاهلي دايما ليه دور فعال وكبير جدا مع منطقه القاهره في احتضان مهرجانات البراعم 2006 و2007 و2008 و2009 و2010، دايما ملاعب النادي الاهلي بينظم عليها المهرجانات البراعم، وهو ده دور النادي الاهلي. دايما الكابتن فتحي مبروك بيكون حريص انه يكون موجود وحاضر، وايضا الاستاذ نافع عبد الدايم عضو مجلس اداره النادي، والاستاذ ايمن حسان. زي ما احنا شايفين دي اهداف البراعم 2008، النادي الاهلي فاز على النصر 8-0، نتيجة كبيرة. طبعا الملعب عليه استهلاك كبير وعليه ضغط كبير، يعني كل مهرجانات مناطق القاهرة بتتم على ملعب النادي الأهلي، وده دور النادي الأهلي، عشان كده الملعب هتلاقوا عليه ضغط كبير جدا.
دي الاهداف. في طبعا يعني لعيبه مميزه جدا، يعني في بلال محمد عطيه ما شاء الله من اللعيبه المبشره ان شاء الله، كمان احرز في اللقاء دوت بلال محمد عطيه هدفين رائعين. والنادي الاهلي زي ما بقول لحضراتكم فاز بنتيجه كبيره 8-0. نروح نشوف بقى منتخب الاسبوع. يعني ما شاء الله عندنا فريق 99، فريق 2001 و2003، وكمان براعم من النادي الاهلي و2005 ما شاء الله بيتالقوا. نروح نشوف بقى تشكيله الاسبوع والافضل خلال الاسبوع اللي فات، وهنشوفها مع حضراتكم جرافيك دلوقتي. الافضل سلوكيا وفنيا، مش فنيا بس. في حراسه المرمى نور نجاتي مواليد 2003، خط الظهر كريم فكري مواليد 2003، ما شاء الله 2003 ماشي يعني وبيقدم مباريات قويه. معاذ انور 2001 وعبد الله البستانجي 2005 ومازن اسامه 2003 باك ليفت. احمد نبيل كوكا في خط الوسط 2001، احمد شريف 2003 خط الوسط. تحت المهاجم محمد فخري مواليد 99، ميدو اسامه مواليد 2004، وفارس خالد مواليد 2005، ومحمد احمد بيسو مواليد 99 اللي احرز هدف الفوز في نادي الجونه مواليد 99. دي كانت تشكيله الافضل، افضل اللاعبين في قطاع الناشئين خلال الاسبوع اللي فات اللي تالقوا في المباريات، وكمان قبل تالق فنيا كمان سلوكيا زي ما انتم حضراتكم مواليد 99 و2001 و2003 وكمان 2005. وهيكون معانا بعد كده ان شاء الله مع مهرجانات البراعم هنحط في تشكيله الافضل كمان من الولاد الصغيرين 2008 و2009 اللي هيتالقوا في المباريات القادمه. دي كانت اخبار قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. نروح بقى نطمن على منتخبنا الوطني الاولمبي بقياده الكابتن شوقي غريب اللي خاض من ايام مباراه مع منتخب جنوب افريقيا، وبيلعب دلوقتي برده ايضا المباراه الثانيه مع منتخب جنوب افريقيا. بنتمنى للكابتن شوقي غريب والجهاز الفني المعاون ليه كل التوفيق، خاصه ان المهمه يعني المهمه صعبه وسهله. صعبه هيقابل منتخبات قويه، منتخب مالي، منتخب غانا، منتخب الكاميرون، منتخبات قويه. البدايه هتكون مع منتخب قوي جدا منتخب مالي، لكن ان شاء الله سهله انها على ملعبنا وسط جمهورنا، يكون كمان في دفعه كبيره من الجماهير لاولادنا في المنتخب الاولمبي. هنروح للاستاذ محمد مراد الصحفي بجريده اليوم السابع عشان نتعرف اكتر عنه، عن المنتخب الاولمبي. ازيك يا استاذ محمد؟ مرحب بيك يا كابتن اسامه، ودايما متالق كالعاده كده في الملعب وبره الملعب. طمنا بقى على المنتخب الاولمبي، خاصه كمان انه بيلعب يعني دلوقتي ولعب. وشك حلو يا كابتن والله، يعني لسه من اقل من دقيقه ضربه جزاء للمنتخب الاولمبي، وربنا منصور هو اللي جابها، هو اللي هيشوطها ان شاء الله، فنتمنى ان شاء الله تبقى هدف اول. لكن تجربه قويه جدا يا كابتن اسامه، فريق جنوب افريقيا فريق مميز وفريق يعني متماسك ومنظم جدا في جميع خطوطه. طبعا بيلعب فيه لاعب بقماني، لاعب الاهلي السابق وصن داونز الحالي، لعيب منتخب جنوب افريقيا، لعيب طبعا لعيب كويس، تجربه اكثر من رائعه يعني. وده بياكد لك ان بطوله صعبه جدا، تحديدا ان انت يعني منتخب جنوب افريقيا ده تصنيف ثالث مش تصنيف اول ولا ثاني، فده بياكد لك ان انت داخل على مهمه صعبه جدا. معاك منتخبات زي الكاميرون وغانا ومالي، هتبقى صعبه جدا. بيقولوا لي دلوقتي رمضان صبحي، رمضان صبحي جاب جون. بيقولوا لي رمضان صبحي احرز الهدف دلوقتي. رمضان صبحي احرز الهدف الاول للمنتخب. يعني اللعيبه الحمد لله المنتخب بيدوم زي ما انت عارف كابتن اسامه، طبعا حضرتك متابع، ومعظمهم من لعيبه النادي الاهلي. لعيبه كويسه جدا. رمضان صبحي النهارده ظهر يعني مع ضغط كده، ظهر مستوى كويس. عمار حمدي ظهر مستوى كويس صراحه، مش ظهر مستوى كويس، مستوى محمد مستوى رائع، طلب معايا من المنتخب من الزمالك. لكن هي التجربه المجمله تجربه مهمه جدا، تجربه صعبه ان انت داخل صعبه، فان شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب والكابتن شوقي غريب. يعني استفدت النهارده اتاكد لك من منتخبات افريقيا في السن ده تبقى منتخبات قويه، منتخبات ناس بالمهاره، ان شاء الله تبقى تجربه كويسه. ان شاء الله الماتش النهارده يبقى نتيجه كويسه، وخاصه ان دي هتبقى غالبا يعني في وديه يعني قبل الاخيره المنتخب، يعني بيدور على وديه في شهر نوفمبر اللي قادم، غالبا تبقى مع منتخبات يعني كوت ديفوار او ممكن تكون او زامبيا او نيجيريا، احد المنتخبات ده كان الاقرب برضه كوت ديفوار.
فتبقى تجربه قويه جدا ان شاء الله نوفمبر، اللي هي تبقى التجربه النهائيه واللي هيكون فيها شريك فيها ال 21. الصوت بس يا استاذ محمد، اتحرك بس يمين او شمال ان شاء الله. استاذ محمد اتحرك بس يمين او شمال عشان الصوت بس يوضح اكتر. انا عايز اسالك، وانت قريب من المنتخب الاولمبي وقريب من الكابتن شاوي غريب، كابتن شاوي غريب وصل للتشكيله الاساسيه ولا يعني بنسبه كام ولا لسه ما وصلهاش؟ خاصه خلاص ان احنا يعني على مشارف كمان كاس الامم الافريقيه هتكون موجوده في مصر. يعني يعني التشكيله بتاعت النهارده فيها 80 او 90% من القوام الاساسي اللي شارك في بطوله امم افريقيا. كابتن اسامه، زي ما انت عارف ان البطوله يوم 8/11 فلسه قدامنا يجي 20 يوم. تمام. يعني ممكن يحصل فيها متغيرات كتير، في لعيبه زي محمد محمود طبعا من النادي الاهلي، وطبعا الكابتن شوقي غريب من اللعيبه اللي بيستناها طبعا انها تشارك مع النادي الاهلي عشان يقدر يضمها الفتره الجايه. فلو شارك مع النادي الاهلي سواء بقى الفريق الاول او الفريق الشباب هيكون طبعا من العناصر الاساسيه في البطوله، لعيب مميز جدا ولعيب من يعني اللعيبه اللي بيستناها الكابتن شوقي غريب جدا. لكن زي ما قلت لحضرتك النهارده يعني التشكيل النهارده زي عمر محمد صبحي ده حراسه المرمى، احمد محمد عبد السلام واسامه جلال ومحمد صادي واحمد ابو الفتوح واكرم توفيق وعمار حمدي ورمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي وصلاح محسن ومشروع محمد، دول التشكيل اللي بيبتدي النهارده. لكن يعني الثلاثه بس اربع او خمس او ست لعيبه هم اللي يعني مثلا ناصر ماهر غايب عشان الاصابه، احمد حمدي برضه كان عناصر فيها غايب عشان الاصابه. وجهاد حكيم طبعا غايب عشان الاصابه، احمد ياسر طبعا هيبقى ليه دور في الشوط الثاني الماتش النهارده موجود على دكه الاحتياط. ده معظم العناصر الاساسيه اللي هيعتمد عليها كابتن شوقي غريب في البطوله تحديدا كابتن اسامه. لكن زي لسه زي ما قلت حضرتك فاضل 20 يوم فممكن يبقى فيها متغيرات كتير جدا. ان شاء الله نتمنى يعني التوفيق للكابتن شوقي والمنتخب ويقدروا يصححوا لنا ويحققوا البطوله ويتاهلوا للاولمبياد ويحققوا لنا يعني المنتخب الاول للاسف ما قدرش يحققوا خرجنا من دور 16 خاصه البطوله كابتن اسامه زي ما انت عارف انها عرض ماتش. والجماهير يعني مش هتستحمل يعني حاجه ثانيه، مش عايزين يعني صدمه ثانيه. ان شاء الله باذن الله كابتن شوقي غريب والناس اللي معاه شيكو محمد شوقي وكابتن عصام الجمالي لعيبه كبار طبعا ومدربين مدربين او رياض شيك طبعا مدربين كبار، نتمنى لهم التوفيق باذن الله. وكابتن محمد عبد الكريم طبعا ايمن موجود ده ولا كابتن اسامه الفتره اللي فاتت ومركزين اول مره دي عن اي مره ثانيه، فان شاء الله باذن الله يحققوا لنا اللي احنا بنستناه وتبقى بطوله كويسه ان شاء الله. النهارده يعني طاقم تحكيم ده والكابتن محمود البنا والكابتن محمد صباحي هم اللي موجودين في الماتش، كابتن محمد صباحي كان رابع يعني دي تجربه ويعني استفاده كبيره يعني ما فيش اي مجامله لعيبه المصري يعني حكام كبار طبعا وضاغطين على لعيبه المنتخب، فدي حاجه كويسه طبعا ان انت الحكام في افريقيا انا تلاقي حكم مش هيجاملك عشان انت غلطتك هتلاقي اخطاء طبعا من الحكام، فكل ده اللعيبه بيتعرضوا النهارده في تجربه النهارده، فاعتقد انها تجربه مميزه في كل الميه كابتن اسامه، وان شاء الله باذن الله تبقى انطلاقه كويسه ان شاء الله ونحقق البطوله باذن الله كابتن اسامه. كان في تصريح للكابتن شوقي غريب بيقول انا متخوف شويه من عنصر اللياقه البدنيه، خاصه يعني من ضمن اللعيبه الاساسيه في تيم منتخب مصر الاولمبي ما بيشاركوش مع انديته، يعني النهارده محمد صبحي في حراسه المرمى لسه لم يشارك مع نادي الزمالك، عمار حمدي ما بيشاركش مع النادي الاهلي، يعني في امثله يعني كتير في المنتخب، فالكابتن شوقي غريب متخوف من حته عنصر اللياقه البدنيه، شايف التخوف ده ازاي يا استاذ محمد؟ هو بالفعل يا كابتن اسامه يعني من الحاجات السلبيه في المنتخب الاولمبي وتحديدا في مركز حراسه المرمى ان اربعه بتوع حراسه المرمى ما بيشاركوش بصفه اساسيه مع انديتهم، سواء بقى زي ما انت قلت محمد صبحي او كابتن مصطفى شوبير او كابتن عمر رضوان او عمر رضوان او عمر صلاح بيشاركوش بصفه اساسيه مع انديتهم، فده مسبب قلق للجهاز الفني او كابتن شوقي غريب. لكن ان شاء الله التدريبات او المعسكر القادم معسكر يبقى طويل من يوم 28 ان شاء الله يقدر يتغلب على الموضوع ده، وهو ده الهدف من التجارب الوديه انك تدفع باللعيبه او بالحراس اللي ما بيشاركوش وتعدهم في الماتشات. لكن ان شاء الله يعني باذن الله يعني عندك 90% من القوام الاساسيه المنتخب بيشاركوا بصفه اساسيه مع انديتهم، يعني نقطه سلبيه في بحر من الاجابات يا كابتن اسامه، فان شاء الله باذن الله المنتخب يقدر يواجه الصعوبه دي، وكابتن شوقي غريب عنده من الخبره طبعا انه يواجه حاجه زي دي. نتمنى التوفيق طبعا في البطوله، عنصر التوفيق عنصر مهم ايا كان اللي هيشارك بقى سواء محمد صبحي او عمر رضوان او عمر صلاح او مصطفى شوبير، طبعا منافسه قويه بينهم جدا في التدريبات، فده لصالح المنتخب وان شاء الله الافضل هو اللي يتواجد. وزي ما قلت لحضرتك يعني عمار حمدي شارك الوديه اللي فات، شارك الوديه دي وشارك قبل كده وديات مصر والسعوديه اللي كانت في السويس،
واللاعب ظهر مستوى كويس جدا النهارده، يعني بيقدم مستوى كويس على بعض الفترات، وشايف تركيز الجهاز الفني عليه، يعني لعيب بيلعب في اي مكان سواء ظهير ايسر او خط وسط، حتى يعني اطلق عليه لقب برافات او سباق الجديد ان هو بيلعب في اكثر من مكان، فدي حاجه كويسه وحاجه مميزه ان شاء الله. يعني في اكثر من لعيب جاهز خط الوسط وخط الهجوم عندك، يعني يبقى طبعا في قوه ضربه. طبعا يبقى في ازمه، انت مطالبه كابتن اسامه ان انت تختار 21 لعيب فقط من افريقيا وتبعت القايمه يوم 30، فتبقى عندك ازمه في خط الهجوم، عندك مصطفى محمد وصلاح محسن واحمد ياسر ريان طبعا، وعندك ناصر منسي اربع لعيبه كلهم نجوم الحقيقه، وطاهر محمد طاهر طبعا لاعب المقاولين اللي هو بيغيب النهارده طبعا للاصابه، واحمد ياسر ريان بره موجود على دكه الاحتياط، عندك يعني خمسه او سته نجوم دوري ونجوم في انديتهم، نجوم اهلي وزمالك، فدي من الازمات اللي هتواجه الجهاز الفني ان هو يختار منهم ثلاثه او اربع لعيبه. نفس الامر برضه في الخط الوسط كابتن اسامه، عندك لعيبه كتير جدا ونجوم كبار جدا، لكن ان شاء الله في الاخر كابتن شوقي يختار الانسب والاخر للمنتخب، وايا كان الاختيارات طبعا كلنا مطالبين ان احنا نساند الجهاز ونساند المنتخب، وان شاء الله نحقق البطوله وتبقى حاجه كويسه جدا ونتاهل للاولمبياد، لان الجيل ده يستحق يبقى موجود في الاولمبياد كابتن اسامه. ان شاء الله يا استاذ محمد، وكل التوفيق ان شاء الله للمنتخب الاولمبي بالروح بالعزيمه بالاصرار، خاصة كمان ان البطولة على ملعبنا وسط جمهورنا، فان شاء الله ما يكونش فيه صعاب ونقدر نعدي ونوصل ان شاء الله للمباريات. شكرا للاستاذ محمد مراد الصحفي بجريدة اليوم السابع. استاذ محمد مراد غطى لنا يعني كل التفاصيل داخل معسكر المنتخب الاولمبي، وكمان اللي بيعيش ما شاء الله حالة فنية جيدة جدا بيحرز هدف منتخب مصر الاولمبي. كابتن شوقي غريب كمان قال في استفادة، استفادة في المباراة السابقة لما عمل امام جنوب افريقيا المباراه على ثلاث اشواط، كل شوط 30 دقيقه عشان يدي فرصه اكبر للاعبين علشان يشاركوا، ففي مكاسب كبيره. كمان الهدف اللي احرزوه المباراه اللي فاتت انتهت بتعادل جاب 1-1، كمان كان مبسوط ان الهدف اللي احرزه احمد ياسر ريان كان عن طريق جمله تم تحفيظها للاعيبه منتخب مصر. المشكلتين بس اللي يعني الكابتن شاوي متخوف منهم حته عنصر الرقه البدنيه عشان اللعيبه ما بتشاركش، وكمان حته الاصابات خلال الفتره الجايه لا قدر الله لعيب يعني اصيب، فهيبقى صعب في خلال فتره قصيره انه ممكن يرجع. فنتمنى ان شاء الله كل اللعيبه الجهاز الفني التوفيق خلال الفتره القادمه. ده كان اخبار المنتخب الاولمبي. نروح بقى لمنتخبنا الشباب بقياده الكابتن ربيع ياسين، هيدخلوا ان شاء الله معسكر في نهايه شهر اكتوبر بالهيكل الاساسي. كابتن ربيع ياسين هيضم 24 لاعب ان شاء الله، كل التوفيق ايضا للكابتن ربيع ياسين. فريق 2000 ان شاء الله خلال الاسبوع القادم هتبدا بطوله دوري منطقه القاهره لفريق 2000 النادي الاهلي. نشوف اخر استعدادات فريق 2000 ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. الحمد لله احنا ماشيين بشكل كويس، الاستعدادات بتاعتنا ماشيه بشكل كويس الحمد لله، عملنا عدد من الماتشات الوديه الحمد لله يعني عدد كويس جدا، قدرنا نعرف السلبيات اللي موجوده عندنا ونحاول ان شاء الله نشتغل عليها الفتره اللي جايه، وان شاء الله بدايتنا يوم الثلاث الجاي باذن الله، وان شاء الله بدايه خير باذن الله. المشكله ان انت بتشتغل ومش عارف هتبدا امتى، دي برضو محيره جدا، لان انت عارف طبعا فتره الاعداد بيبقى فيها بنود معينه لازم تتعامل باوقات معينه، وانت مش عارف المسابقه هتبدا امتى، فدي بتخليك تشتغل بشكل مش منظم، لكن احنا في طبعا اتعودنا خلاص على الظروف دي، والحمد لله يعني قدرنا برضو نشتغل بشكل كويس زي ما قلت لك، وعملنا ماتشات وديه عدد كبير، ويعني السلبيات بتاعتنا بنحاول نشتغل عليها الفتره دي، وان شاء الله خير باذن الله، موسم خير علينا ان شاء الله. الفرق قطاع ناشئين بنشتغل على محورين، محور ان احنا نصعد للفرقه الاعلى، وبيبقى مكسب للولد ان هو يلعب في مسابقه اعلى منه اقوى منه اكبر في السن، كل ده طبعا بيعود علينا بالنفع يعني، وفي نفس الوقت برضو طبعا حته ان التصعيد للدرجه الاولى ده هو هدف قطاع الناشئين ان احنا نصعد للفريق الاول، فاحنا بنشتغل على الحتتين دول بجانب ان احنا طبعا نحاول نظبط نفسنا ونحاول ان احنا نلعب على البطوله، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونحقق كل الاهداف دي ان شاء الله. احنا بنبدا بقى في حاجات معينه بنفنش فيها، حته الرتوش الاخرانيه دي بنحاول نشتغل عليها، حته مثلا يعني عندنا سلبيه في حته التهديف ان احنا بنوصل
بنوصل بعدد كتير جدا من فرص، بس التهديف بيبقى قليل شويه. فبنحاول نشتغل على الحته دي من حيث ان احنا بنعمل تدريبات فرديه للفراوده بتاعتنا، للناس اللي بتلعب على الجزء الهجومي بنعمل لهم تدريبات فرديه بحيث ان احنا حته التهديف دي النسبه تزيد اكتر من كده، بحيث انت عارف طبعا في ماتشات معينه هتبقى ممكن تجي لك فرصه او فرصتين في الماتش، انت عارف كل الفرق بتلعب ضدنا بشكل معين، ال11 لعيب بيلعب دفاع وتلاقي نفسك ال18 مش عارف تخشها، فاذا ما كانش انت عندك الحلول دي ونسبه التهديف العاليه مش هتعرف تكسب الماتشات دي. فاحنا بنشتغل على الرتوش الاخرانيه دي. شغالين من شهر في فتره الاعداد، فتره طويله قوي يا كابتن، طويله جدا، على ما حددوا المسابقه، والمسابقه تحدد ان شاء الله اول ماتش يوم الثلاث. الفرقة كلها خلاص يعني وصلنا للمرحلة الأخيرة في الإعداد البدني والماتشات الودية. بالنسبة لحراسة المرمى احنا الأمور عندنا الحمد لله مستقرة، معايا مصطفى شوبير مع الدرجة الأولى وأحمد طارق سليمان مع 99 والدرجة الأولى برضو، ومعنا متصعد محمد أشرف 2001 وشهاب 2002. يعني تقريبا احنا دي سياسه التصعيد اللي كابتن اكرامي دايما بيسعى ليها، ان دايما كل فرقه يبقى واخده من الفرقه اللي تحتها، بنصعد على طول حراس المرمى، لان دي هتساهم بشكل كبير جدا في ان مركز حراس المرمى في النادي الاهلي يبقى فيه استقرار ودايما يبقى فيه حراس واعدين للدرجه الاولى. حته التحضير من تحت دي بقت هي اسلوب عالمي موجود في كل الفرق، انك انت بتحضر من تحت. ولكن احنا برضو لما المسابقة قربت خلاص فاضل ايام عليها بنبتدي بنفتح الملعب، نبتدي نشتغل مع الحراس، الكروسات، الكور الطويلة اللي من خلف المدافعين، ان هم يبتدوا يحضروا من تحت برجليهم الاثنين. دايما لما تبتدي المسابقة تقرب نبتدي نفتح الملعب عشان اللعيب يبتدي يبقى عنده التايمنج بتاع الكورة لما تجيله الطويلة، الانفراد، الشغل كله احنا بنشتغل مع الحراس المرمى. كل ما الفترة فترة المنافسات بتقرب بنبتدي الشغل بتاعنا ده. ده كان لقاء مع كابتن مدحت طه، كابتن خالد حسن يعني مدير فني فريق 2000 ومدرب حراس مرمى فريق 2000، ان شاء الله اللي هيبتدوا خلاص دوري منطقه القاهره خلال ايام قادمه، كل التوفيق لفريق 2000. دايما كاميرا الاشبال بتطمن على كل قطاعات الناشئين في مصر. كاميرا الاشبال كانت موجوده مع الكابتن ماهر امام رئيس قطاع الناشئين في التاج الحربي. نشوف الكابتن ماهر امام قال ايه ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. في عدة عوامل بنحاول نتخلص منها في حتة برضك رهبة النادي الأهلي والبداية اللي في الأول المباراة بيبقى فيه سيطرة من النادي الأهلي، عمل ما فرقة الإنتاج تبدأ تاخد الوضع المناسب بالنسبة لها، بيبقى بتضرب جول واتنين في كل المباريات اللي أنا شفتها خلال الفترة اللي فاتت دي على جميع المراحل، وبعد كده يبدا بقى الانتاج ينظم وقته، ينظم صفوفه ويبدا يخش في المباراه. فانا عايز اقول لك ان ما زالت برضك الولاد الصغيرين فيهم رهبه ان هو بيجي يلعب قدام النادي الاهلي، واخد بالك بيلعب على ملعب نجيله، هو بيتمرن هناك على ملعب ترتان، ارضيه الملعب بالنسبه له اول مره بيحس بتقل فيها، بتاخد منه وقت. النادي الاهلي بيقدر يستغل الحته دي في بدايه المباراه، ان اول ربع ساعه تلت ساعه التكتيك اللي بيشتغل عليه النادي الاهلي في مراحله السنيه هو اللي بيعمل تفوق على الفرق الاخرى. الاسبوع بتاع النادي الاهلي ده لما بحط ايدي على الشغل فيه واخد بالك بنقدر نقاوم بشكل كبير جدا النادي الاهلي. ويمكن انتوا لاحظتوا الشوط الثاني لما بدانا التشكيله اللي كانت في الشوط الاولاني بدانا ندور نحط الناس اماكنها، بقى في تواجد للنادي الاهلي، تواجد الانتاج الحربي. يمكن النادي الاهلي ما راحش للجول يمكن في حاجات قليله قوي، فعايز اقول لك ان دي خبرات، دي خبرات هم الاولاد عندي جهاز فني لازم يكتسبوها. الخبرات ديت انا بحاول احطها حتى في المباريات الكبيره اللي بالشكل ده. انا عايز اقول لك ان الفتره اللي فاتت ديت الامور اتغيرت بشكل كبير، يعني يمكن انت جيت مره وشفت احنا الوحده التدريبيه بالنسبه لنا ثلاث ساعات، لان احنا فعلا محتاجين شغل كتير جدا في جماعه المراحل السنيه. انا بدات كمان اغير في شكل اجسام اللاعبين، يعني كل الفترات اللي فاتت دي كانوا كلهم صغيرين واجسام ضعيفه و ده مش هيقدر يواكب المرحله اللي احنا فيها، لان مباراه الجمهوريه دوري الجمهوريه دوري قوي،
وبيعتمد على رقم واحد على الاجسام واللياقه البدنيه، وبعدين بيجي الجانب المهاري، وبعدين بيجي الجانب التكتيك. احنا الولاد دول محتاجين شغل كتير جدا. عندنا اربع فرق بنلعب فيها الجمهوريه. عايز اقول لك ان مشاكلنا كلها بتبقى في الجانب التكتيك. الجانب التكتيك ده بيبقى صعب انك انت في السن ده تقدر تحط جمله واحده يشتغلوا عليها طوال الفترات اللي جايه. فانا انا انا بوعدك طبعا ان الشكل اللي احنا عليه ده بيتغير بنسبه 70-80% مع مرور الوقت وبدايه الدور الثاني. هتشوف اربع فرق على اعلى مستوى بالنسبه للانتاج الحربي بنفس المؤسسات الكبيره بشكل كبير جدا. ونتمنى هذا ان شاء الله انه احنا ماشيين في الاستراتيجيه اللي احنا ماشيين فيها في تطوير قطاع الناشئين في نادي الانتاج الحربي. النادي الاهلي طبعا نادي كبير جدا بنكن له كل احترام وتقدير. احنا جايين عاملين حسابنا على المباراه، طبعا اتفرجنا كتير على مباراه في الدوري، لعبنا دلوقتي ده الاسبوع الخامس. كنا المشكله بتاعتنا بس ان احنا كنا في مباراتين باي بالنسبه لنا، عشان في فريق في سي مصر ما بيلعبش وفريق المصري بورسعيد ما بيلعبش، فدي كانوا اسبوعين مريحين. طبعا الملعب بتاع النادي الاهلي نجيله تقيله جدا، ما بنلعبش على نجيل طبيعي، بنلعب على نجيل الترتان. ده هيفرق معانا وان شاء الله في نعوض الكلام ده في الفتره اللي جايه. حارس المرمى بتاعي بيلعب بطريقه لعب من على الارض، اللي لعبنا الكلام ده وحضرتك شفت في الكلام ده والجماهير هتشوف الكلام ده في المباراه اللي احنا لعبناها. الجهاز الفني الكره الحديثه كده وبنلعب كده، واحنا مستقرين على اداء اللعب بتاعنا ما بنغيروش. معانا مدرب محترم الكابتن احمد مختار عامل اداء جيد. السنه اللي عدت احنا ما لعبناش جمهوريه، اول سنه نلعب جمهوريه. السنه اللي عدت لعبنا قطاعات والحمد لله كنا ماشيين كويس مع سيراميكا، واحنا كنا الثاني مع الداخليه. الحمد لله جينا الدوري الممتاز، اول مره نلعب دوري ممتاز. في ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني، عندنا كابتن ماري همام رئيس قطاع والكابتن عادل عبد الفتاح مدير اداره النشاط الرياضي. سيبنا كل الفتره اللي احنا بنشتغل فيها، عاملين فريق كويس، الناس كلها هتشيد بيه ان شاء الله الفتره اللي جايه، هنبقى مركزنا متقدم في الدوري. طبعا النادي الاهلي نادي كبير، لعبنا قصاده مباراه فيها ند. هم طبعا عندهم ناس بتخلص، النادي الاهلي بطبيعته عنده لعيبه متميزه، عنده اكتر من لاعب متميز، لعبوا برده بطريقه جيده. طبعا ما كانش فيه فوارق كتيره جدا، لكن احنا ان شاء الله لان احنا اول سنه خبره في الدوري الممتاز بالنسبه لفريق 2003، لكن نقدر نعوض في الفتره اللي جايه باذن الله. والله احنا كنا بنلعب فريق كبير زي النادي الاهلي وكيان كبير النادي الاهلي. اي نعم احنا كنا متفقين ان احنا نازلين نلعب على 3 بونت، وكنا مش موفقين شويه، ده رحنا على الجون على فترات، ما كناش مستمرين يعني في الضغط جامد. ريحنا شويه كتار، النادي الاهلي استغل الموقف دوت واستغل الوقت اللي احنا وقعنا فيه وضغط وجاب الجونين. النادي الاهلي فريق كبير جدا، واحنا كنا مقصرنا النهارده واحنا عارفين اخطائنا، بس الحمد لله يعني احنا نركز في اللي جاي باذن الله، وربنا يكرمنا باذن الله في اللي جاي، واحنا ايد واحده وان شاء الله ان شاء الله يعني نركز في اللي جاي، وهنكون عند حسن ظن الجهاز كابتن وليد الشناوي وكابتن احمد مختار وكابتن ماهر همام واستاذ العميد عادل عبد الفتاح، وان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي باذن الله. الحمد لله احنا برده بنقابل فرقه كبيره زي النادي الاهلي، واحنا برده الحمد لله عملنا اللي علينا وما كانش فيه توفيق، والحمد لله والفتره الجايه احسن باذن الله. واحنا اول مره برده نلعب جمهوريه، فلسه ان شاء الله الخبرات مع هنجيب ان شاء الله. بجد تحية بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بضيفي اللي مشرفني ومنورني النهاردة في برنامج الأشبال، الكابتن أحمد سمير المدير الفني لفريق 2005. ازيك يا كابتن أحمد؟ أهلا بيك يا كابتن أسامة، وسعيد جدا إن أنا موجود مع حضرتك النهاردة. مشرفنا ومنورنا. أهلا بيك يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن أسامة، شرف ليا إن أنا أكون موجود مع حضرتك. طمنا بقى على فريق 2005، السنة دي أنت 2005 السنة دي. سنين. بس السنه اللي فاتت كانوا معاك برضو 2005. يمكن كابتن 2005 بقى لها اربع سنين معايا، ودي السنه الخامسه ما شاء الله. فبقى لي عمر معاهم يعني زمان، حفظتهم خلاص. ما شاء الله، يمكن ما بين عشره كبيره ما بيني وما بين الولاد، والولاد يعني مرتبطين ببعض جامد. يمكن انا ماسكهم من الستة وجول، يعني لما كنا بنلعب في دوري البراعم، انت عارف في دوري البراعم الموضوع بيبقى تبدا بخمسه وجول وسته وجول. يمكن انا في الموسم اللي كان فيه خمسه وجول دي كنت انا بضرب في اتحاد جده السعودي. فرجعت على النادي الاهلي تاني، كنت قبليها انا في النادي الاهلي ماسك ال 2001 والاثنين والثلاثه، وسافرت سنه كده اتحاد جده ورجعت. فاول يعني اول رجوعي فمسكت فرقه ال 2005 دي، كانوا بيلعبوا سته وجول، كان دوري منطقه. بس كان دوري، ما كانش اللي هي المهرجانات اللي هي بدون احتساب نقط وبتاع، لا ده كان دوري وكانت بطوله يعني. بس الاحسن ايه في السن، كان الصغير خمسه جول سته جول، دوري ولا المهرجانات وكله؟ بص يا كابتن، هي كده كده
كده كده يعني بتخش في منافسه, في منافسة. يعني اللي انا عايز اوصله لك يعني هي لو هي طبعا ان المفروض ما تحطش الولد تحت ضغط نفسي وعصبي بس اللي انا عايز اوصله لك يعني يعني الموضوع بيبقى صعب جدا وبيبقى ماتشات زي الدوري الممتاز زي اهلي وزمالك بالظبط تلاقي الموضوع صعب جدا يعني فاهم الموضوع يعني عارف ان هو المفروض ان هو ما يكونش فيه ضغط ولا منافسه بس هي بتتحسب بنقاط يعني المنطقه تقول لك ما فيش نقاط ولكن اولياء الامور تلاقي على الفيسبوك حوالين السور كم اولياء الامور جميل ده احنا جايبين من زاويه واحده بس فالنهارده لما تلف كمان يعني ملاعب النادي الاهلي كمان بيبقى عليها ضغط كبيره جدا انت عارف النادي الاهلي بينظم البطوله بتاع البراعم 2009 2008 و7 عنده في ملعبه فبيبقى الجمهور بيبقى المهرجان تلاقي مثلا حوالي 20 فرقه كابتن اسامه متواجده فاولياء الامور بيبقوا كتير جدا واهاليهم بيبقوا موجودين معاهم والله بيعملوا جو جامد جدا يعني خلي بالك نوصل العدد عدد اكبر من مباريات الدوري الممتاز دلوقتي يا كابتن انا عايز يعني عايز اقول لك ان مباريات الاهلي وانبي او الاهلي والمقاولين في السن الصغير ده اللي هي منطقه مش عايز اقول لك بيبقى الماتش مولع نار والله يا كابتن يعني زي اهلي وزمالك كده تمام انت ابتديت مع 2005 بستة وجول وهم صغيرين بعد كده سبعة وجول طلعت معاهم سبعة وجول وبعد كده 8 وجول وبعدين اشتغلت معاهم في ال11 وبعد طلعت معاهم قطاع الناشئين كمان الحمد لله يعني بشكر الكابتن فتحي مبروك على انه حطيني طبعا مع فرقه 2005 تاني والواحد مبسوط يعني ان هو بقى موجود في قطاع الناشئين السنه دي وكان عندنا مباراه الحمد لله المباراه اللي فاتت كانت اول مباراه لنا 7-0 الاختلاف ايه بقى بتشتغل ملعب صغير 6 وجول او 7 وجول بعد كده ملعب كبير 10 وجول الاختلاف ما بين هنا وهنا ايه بص يا كابتن هو الموضوع يعني الحمد لله انا ماشي في سيستم معاهم يعني انا ليا طريقه لعب معاهم من اول الستة وجول الموضوع ما خدش صعوبه مني يمكن انا مثلا لما كنت بلعب ستة فكنت بلعب بليبرو باك رايد وباك ليفت واثنين في نص الملعب وراس حرب كل سنه كنت بزود لعيب في مكان معين فالموضوع ما خدش مني صعوبه هي اختلاف المساحات بس يعني اختلاف المساحات شويه كل ما المساحه بتكبر لان انت عارف كل ما بتلعب ستة وجول المساحه اقل شويه بتكبر شويه فبتزود لعيب او بتحط لعيب في المركز بتاعه السليم فالموضوع ما مش فارق معاك كتير يمكن هم حافظين شغل كويس قوي بفضل الله ما فيش صعوبه فاهمين بعض بشكل جيد ولكن هي بس الموضوع بقى اللي هو اللي بيقابلك بس فيه صعوبه شويه مع الولاد موضوع البلوغ موضوع السن ده صعب شويه اللي هو 14 سنه برده لم يكتمل النمو الذهني ولا العضلي ولا العصبي الولد فبتلاقي في فروق فرديه ما بين اللعيب ممكن تلاقي ولد طب قبل ما اكمل عايز ارجعك كده الفيديو عايزك تفتكره معانا ولا ايه فاكر فاكر اللقطات دي طبعا ده في ماتش اعتزال كابتن اكرامي كان طبعا اسطوره احنا بس عايزين نعرف الجماهير والمشاهدين من قناه النادي الاهلي ان اللابس احمر الصغير الشبل الصغير الكابتن احمد سمير المدير الفني لفريق 2005 مع الكابتن محمود الخطيب ده كان في مهرجان اعتزال ده كان في مهرجان اعتزال كابتن اكرامي كابتن لان قبليها بسنه كده كان كابتن اعتزال كابتن محمود الخطيب كنت نزلت قدام الصوره يعني مش واضحه قوي عشان طبعا الفيديو قديم ففي اعتزال كابتن محمود الخطيب كنت نزلت قدام 120 الف متفرج قعدت بتاع 20 دقيقه كده الكوره ما نزلتش على الارض فبعديها بسنه على طول اعتزال كابتن اكرامي برده طبعا النجم الكبير فنزلت عملت عرض كده يعني لقيت الكابتن محمود الخطيب قدام فلقيته بيقول لي تعالى يا احمد فانا مش مصدق نفسي طبعا بقى حاجه يعني الواحد بيفتخر بيها لحد ما اموت يعني طيب نروح بقى الفريق 2005 انت قلت لي بتشتغل معاهم دلوقتي هي عمليه اللي بتفرق عمليه المساحه فزي ما بقول لحضرتك المساحه ففي ولاد بيبقى اجسامهم صغيره شويه اما كانوا بيشتغلوا في المساحه الصغيره في الخمسه وجول والسته وجول والسبعه وجول فما كانتش الصوره برضو ذكروا لي ده طبعا يعني كان من عندك كام سنه وقتها كان عندي 11 سنه كنت بتمرن 11 سنه كان اللي بيمرني ايامها كابتن حسام البدري كابتن حسام البدري كان هو اللي بيمرني ايام انا كنت جيل بقى طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ وطارق السعيد وجا علينا بقى بعد كده كابتن محمد فاروق فبس زي ما بقول لحضرتك هنرجع لموضوعنا تاني موضوع الاجسام في السن الصغير بقى اللي هو المساحات الصغيره في السبعه وجول والثمانيه وجول فممكن الاجسام الصغيره والولد اللي عنده سرعه ورشاقه ومرونه بيبقى باين شويه بيبقى لعيب كويس في المرحله دي فاما الملعب بيكبر شويه ولو جسمه لسه ما حصلوش عمليه النمو والطفره الجسمانيه فبتعطله شويه فالنهارده الملعب الكبير بس كابتن اسامه يعني
محتاج صحه شويه طبعا، سرعه وقوه، وسرعه محتاج القوه بجانب المهاره. انا من النوعيه اللي بحب المهاره الاساسيه في كره القدم، بحب الولد اللي عنده مهاره، بحب الولد اللي عنده المراوغه، بيشتغل واحد ضد واحد زي يمكن انت عارف يا كابتن انت نوعيه الشغل بتاعتك دايما يعني كان عارف المدرب الاجنبي اللي كان عندنا الهولندي كوره أيوة تعتمد دايما على المهاره. انا واحد ضد واحد اشتغلت شويه في النادي الاهلي منصب يعني حاجه اسمها مدرب المهارات في النادي الاهلي يعني اول ما جيت النادي الاهلي اشتغلت حوالي سنه مدرب مهارات كنت باخد الولاد اللي هم في الفرق كلها بتاعه البراعم ده كان مع الكابتن عبد النبي عاشور فكان كان اول فرقه كان ايام فرقه 97 بتاعه رمضان صبحي وكريم نيدفيد كنت بشتغل معاهم مهارات بس وبعد كده بقى اشتغلت مدير فني بقى بعد فالحته بتاعه المهاره دي يعني انا بحبها بحبها في السن الصغير والولاد دي يعني الحمد لله زي ما بقول لك كابتن بجانب المهاره بقى حافظين يعني حافظين التمركز بتاعهم عامل ازاي واقفين في الملعب ازاي شكلهم لعيبه كبار هم 14 سنه بس يعني تشوفهم في الملعب حاجه تفرح وحاجه كويسه. في السن بتاع 2005 ده عمليه التواصل المدير الفني او الجهاز الفني مع اللعيبه مهمه جدا، هل برضو الولاد في السن الصغير ده عمليه السوشيال ميديا برضو والتواصل كده برضو بتشغلهم فانت ليك مدخل خاص معاهم في الحته دي ولا الامور اصل العمليه مش عمليه ملعب وتمرين بس لازم يبقى في عمليه التواصل دي مهمه جدا. والله يا كابتن اسامه زي ما بقول لك الولاد دي قريبين مني جدا زي ولادي بالظبط يعني انا متواصل معاهم يعني بنقعد مع بعض ساعات اما بلاقي لعيب مثلا يعني لو في لعيب جاي مستواه قليل شويه بعرف اتكلم معاه اقعد معاه يمكن اقربهم في مش عايز اذكر اسمه يعني قعدت معاه في الملعب بعد التمرين يجي ربع ساعه والولد ده لعيب كويس جدا جدا يمكن كان من اللعيبه اللي سافرت المنتخب السنه اللي فاتت ولكن هو راجع في حاجه غلط فبقعد معاه اتكلم معاه قاعد على النت كتير التليفون انا لو شفتك قاعد على على الفيسبوك انا لو شفت لا والبلاي ستيشن الحاجات اللي هي اللي بتاثر عليك كلاعب قربك من ربنا الصلاه في مواعيدها فبتكلم معاهم في كل حاجه بحيث ان الولاد دي يعني يبقوا عارفين ان الكوره مش كوره جوه الملعب بس كوره بره الملعب ولها عوامل كتيره جدا عشان توصلك للنجاح انك تقرب من ربنا بشكل كويس جدا ونتحافظ على نفسك وتحافظ على صحتك لان برده الولاد في سن خطيره يا كابتن 14 سنه برده ده مرحله داخل على مرحله برضو التكوين شخصيه بيبدا ان هو خلاص بقى حاسس ان هو بقى يعني خلاص يا كابتن كل سنه بتختلف انا فاكر ان هم كانوا 7 سنين و8 سنين مفيش حاجه خالص ما كنتش بسمع صوتهم انما دلوقتي انا حاسس طبعا المعامله اتغيرت بشوفهم دلوقتي بيتجمعوا مع بعض وبيخرجوا بيتصوروا مع بعض فالموضوع مختلف ده جزء من تمرين المهارات اللي كنت بتتكلم عنها لما بتاخد مجموعه وبتعلمها دايما المهارات الجهاز الفني بتاعك مين يا كابتن احمد معايا 2005 معايا طبعا يا كابتن النجم الكبير كابتن معتز زينو نجم مصر المدفعجي ده من الشخصيات الجميله جدا مدرب كويس جدا ما شاء الله عليه يمكن بيضيف لنا حاجات كتيره جدا السنه دي باسمه بشخصيته بتمرينه راجل عايز يتعلم وراجل هو مدرب كويس جدا مشروع مدرب كويس جدا معاك كابتن احمد ابراهيم مدرب حراس مرمى مدربين الكبار والمدربين الكويسين في النادي له حوالي 6-7 سنين شغال مع فرق النادي طبعا ومعايا كابتن محمد نحلة المعد البدني محمد نحلة برضو ده من الدكتور عنده الحتة البدنية دي برضو هو عارف ان هو ما بيدش في الولاد بشكل بدني جامد جدا لان انت عارف المرحلة دي خطيرة فمحتاجة نوع بدني معين الاداء الحركي الفوتورك والكوردينيشن فده برضو من الناس اللي عاملة شغل معايا كويس جدا ومعايا ناجح مدلك وعم سعيد وسيد عرفان اداري. طيب اروح بقى للدوري اول مباراة لك مع الدوري مع شباب الاميرية 7-0 نتيجة ما شاء الله هايل. هل بتبص في السن ده على النتيجة بس ولا الأداء والشغل اللي أنت بتطلبه من اللعيبة مهم إنه ينفذوه حتى لو مش بنسبة 100% يبقى فيه بنسبة كبيرة تنفيذ في السن ده؟ بص يا كابتن هي معادلة صعبة شوية أنت بتلعب في نادي كبير قوي نادي اسمه النادي الأهلي إحنا متعودين من صغرنا يمكن أنا متربي في النادي الأهلي من وأنا عندي 8 سنين فعارف يعني إيه قيمة النادي الأهلي وعارف برضو إن الولاد اليوم اللي بيحصل فيه تعادل للفرقة ده بيبقى يوم مش طبيعي علينا كلنا طبعا انا طبعا يعني المفروض ان انا انفعالاتي ما تظهرش على الاولاد لان الكوره ما بتمشيش زي ما انت عايز على طول اكيد بيبقى في مره سوء توفيق في عدم توفيق سواء تعادل او خساره ولكن هم عارفين ان التعادل في النادي الاهلي ده شيء صعب جدا هم بيبقوا عارفين ان الموضوع صعب بالنسبه لنا ولكن انت الموضوع نفسي يعني الموضوع برضو ان انت بتحاول ان انت تقول لهم انا عايز اوصل لاعلى درجه من الاداء الفني اتمرن كويس جدا ما استعجلش انا عندي حاجه في التمرين وهدف في التمرين عندي مثلا ان انا بشتغل على الاستحواذ او بشتغل على الاستخلاص او بشتغل على فقد الكره فكل حاجه او كل حاجه من الحاجات اللي انا بقول عليها دي لها وحده تدريبيه عندي اسبوعيه او شهريه ما اطلعش من حاجه لما اشتغل على حاجه كويس جدا يعني باخد مثلا في لحظه الضغط والاستخلاص بتاخد مني مثلا حوالي 3 اسابيع ما اشتغلوهاش كويس الهدف ان انا انفذها في المباراه لو نفذتها كويس في المباراه ربنا هطلع على الاستحواذ فمهم جدا ان انا اما بنفذ الشغل اللي انا اخدته في التمرين
يتنفس في المباراة. كويس. يمكن الماتش اللي فات يا كابتن اسامه بنلعب فرقه اسمها الاميريه، فرقه محترمه، فرقه كويسه، مش يعني مع يعني واقفين في نص ملعبه ما بيتحركوش، يعني عند الجول واقفين لحد الدقيقه 42 يا كابتن ما جبناش جول، انت عارف احنا بنلعب 45 و45. فقلت لهم ما تستعجلوش، العبوا على مهلكم ودوروا الملعب واشتغلوا على شغلك اللي انت بتشتغل عليه الطبيعي. جبنا جول في الدقيقه 42، المباراه فتحت بقى بفضل الله، يعني في الدقيقه 45 جبنا الجول الثاني، الشوط الثاني بقى ما شاء الله جبنا 5 اجوال يعني، فالحقوا ضيعنا اهداف كتير يعني. كويس، يعني انت بتبص النهارده بتعمل المعادله ما بين اداء المكسب بين والاداء، وبنشوف بنسيب المكسب يعني بقول لهم اعملوا اللي عليكم والمكسب ده على ربنا يعني. طيب نقطه مهمه بالمناسبه، المجموعه بتاعت النادي الاهلي في منطقه القاهره 2005 بتضم فرق الزهور والنصر وطلائع الجيش ومركز شباب الامريه ومصر التامين 15 مايو ومقاولين عرب، مركز شباب التجمع، اتصالات، مصر الجديده وحلوان الرادي، ودوري مجموعتين بياخدوا اول وثاني من هنا واول وثاني من هنا، بعد كده بيلعبوا تصفيات، صح كده مظبوط؟ تمام يا كابتن. طيب حته بقى موضوع التزوير والتسنيد في السن ده بتظهر وبتفرق جامد جدا، يعني عكس برضو الفرق الكبيره، مع ان كان الكابتن عمرو انور مره معايا بساله بقول له هي بتفرق في الصغيرين بس والكبار لا، قال لي لا بتفرق في الصغيرين والكبار كمان، لما ولد مثلا عنده 19 سنه وتلاقي بتلاعب ولد عنده 24 سنه عنده بيفرق في الفكر، عنده نضج في الفكر وفي الحركه وفي القوه في كل حاجه. اكيد هتاثر في في السن الصغير، يعني الامور دي بتبص لها ازاي، خاصه انت كنت بتتكلم يعني 2005 ولاد 14 سنه، لما تلاقي ولد عنده 19 سنه بتواجه الظروف دي ازاي؟ يعني مع احترامي بس لحضرتك، انت بتتكلم في نقطه فعلا هي من 14 سنه ل 16 سنه تبقى واضحه وصريحه بشكل غير طبيعي. انت عارف يا كابتن ان في مرحله، يعني في لعيبه بتلعب فريق اول 17 سنه، يعني رمضان صبحي لعب في النادي الاهلي وعنده 17 سنه، انما مرحله 14 سنه دي زي ما بقول لحضرتك تلاقي ولد لسه لم يكتمل النمو الذهني ولا العضلي ولا العصبي. فبتقابل ولد تاني حصل عنده النمو. فما بالك بقى بلعب مزور سنتين اتنين، يعني ولد عنده 16 سنه بيلعب ولاد عندهم 14 سنه. بس يا كابتن في الملعب الكبير لما بيزق الكره في مساحه محدش بيجيبه. فالموضوع صعب جدا، انما زي ما بتكلم مع الكابتن عمرو انور فعلا واحد عنده 18 سنه بيلعب واحد عنده 20 سنه. ال 18 سنه ده بيتمرن كويس ممكن ياخد جرعه تمرين فريق النادي الفريق الاول للنادي الاهلي. ولكن اللي عنده 24 سنه ده زي ما الكابتن عمرو ما بيقول عنده نضج وعنده قرار وعنده خبره ولعب كتير. فبياخد قرار غير الولد بتاع 18 سنه بياخد، انما الاكتمال بقى في الصحه زي بعض. انما من 14 ل 16 سنه لا، في اختلاف كبير جدا يا كابتن. احنا بيقابلنا لعيبه انا كابتن يعني نفسي اولياء الامور اللي هي يعني بيودي ابنه اختبار النادي الاهلي مثلا تحت مواليد 2005 فهو ما بيقبلش، لان اللعيبه اللي عندنا في النادي الاهلي جامده. فوجئ كابتن ان هو راح عمله 2007 في نادي تاني شهاده ميلاد تانيه وحاجه تانيه، يعني نفسي يكون في رقابه اكتر من اتحاد الكوره والمنطقه واللي انا عايز اقول، انا عايز اقول لحضرتك حاجه لازم يتعمل في السن المبكره ده عشان نقدر يعني حتى نحافظ على المواهب بتاعتنا. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا لعبنا الماتش اللي فات بدون كارنيهات. بدون كارنيهات؟ والله يقسم لك بالله، يعني الحكم ما هوش كارنيهات، احنا بقينا بنصور في اللعيبه. يعني بقينا بنصور في اللعيبه يعني لا مش يعني في كان في تعطيل بس في المنطقه شويه بالنسبه للكرنيهات، في ناس وافقت انها تلعب وفي ناس ما وافقتش انها تلعب. يعني في ناس ما وافقتش، يعني 2006 عندنا ما رضوش يلعبوا. انت قصدك الكرنيهات بتاعه اللعيبه طبعا بتاعه المنطقه طبعا. يعني كان ممكن اي حد يلعب اي حد في ماتش زي ده طبعا. وفي وحصلت كتير الاسبوع اللي فات. يا كابتن لا مفيش رقيب في الحته دي بشكل جيد. لا المهم يعني المفروض اصلا انت عارف يا كابتن برنامج التدريب ال 14 سنه غير البرنامج التدريب ال 16 سنه، فالاب اللي فرحان بابنه ان هو بيلعب في المرحله دي لا ما تفرحش، لان هو هيجي عند سن معين وهيقف طبعا مش هيكمل طبعا، واصحابه اللي كانوا متاخرين عنه هيسبقوه. موضوع زايد جدا يا كابتن اسامه بصراحه بمنتهى الامانه، زايد بشكل غير طبيعي. يعني هو عايز ابنه يلعب وعايز يبقى فرحان ويبقى مبسوط ويا ولد وبرافو فرحان وابني جاب جول وجاب جولين، وهو مش واعي ان هي مرحله معينه وخلاص وهتقف عند حد معين. طيب عايز اروح بقى يعني المواهب الموجوده في فريق 2005، كنا النهارده واخدين تشكيله الاسبوع والافضل في الاسبوع، كان في اثنين لاعبين من فريق 2005، عبد الله البستانجي وكان الثاني طارق فارس خالد عبد الرحمن خالد اللي هو فارس هو فارس عبد الرحمن خالد اللي هو فارس شهير بفارس. باثنين لعيبه يعني عبد الله بيلعب ايه مركزه؟ عبد الله ده جالنا من فاينورد الضرب الاحمر السنه اللي فاتت جبناه، كان كابتن فتحي مبروك وكابتن هشام حنفي بصوا عليه واتفرجوا عليه. وكان كابتن جمال السيد كان انت عارف كان هو المدير الفني معانا السنه اللي فاتت، هو لعيب كويس بيلعب في المنتخب بتاع منتخب القاهره اللي خدوا البرونزيه مع الكابتن علاء عبده في
في اللي كانوا في اليابان. فولد لعيب كويس جدا وولد مساك اضافه للفرقه وعامل معانا شغل كويس ما شاء الله يعني عليه. فمن اللعيبه اللي اضافت للفرقه السنه دي. وفارس ده معايا من الستة وجون، لعيب من اللعيبه اللي هي كويسه في نص الملعب، عنده رؤيه عاليه جدا وكورته عاليه جدا ما شاء الله عليه يعني. مش فارس بس بقى وعبد الرحمن. ايوه انا عايزك برده يعني عندنا اتكلمنا احنا خدنا الاثنين دول عشان المباراه السابقه اللي كانت امام شباب الاميريه. يمكن ده مساك جاب جول وفارس جاب جولين، وكان الموضوع مش بالاجوال طبعا، هم ادوا اداء كويس جدا كويس. وعملوا مباراه كويسه جدا هم الاثنين بجانب زمايلهم يعني. فطبعا هم مش هم الاثنين بس يعني اللي هم نجوم الفرقه يعني، كلهم نجوم وكلهم لعيبه كويسه جدا على اعلى مستوى. يمكن انا بدات الماتش اللي فات بتشكيل حازم جول، وكان عندي بوستانجي ويوسف ثروت لعيبه كويسه جدا ويوسف جمال ومارادونا وكان فارس ويوسف عفيفي، وكان عندي طارق فوزي وسيف ايمن ومعتز في نص الملعب ومحمد احمد ابو العمام راس حرب. التغيير كام في المشهد؟ ثلاث تغييرات بس. قليله. اتمنى بقى، ما دي بقى اللوائح اللي ايه قليله ممكن نقدر نتحكم فيها منطقه القاهره، تزيد التغييرات تزيد. هو مش يعني مش قانون رباني، احنا ممكن نعملها خمس تغييرات ست تغييرات ونفتح مساحه مشاركه اكبر للاعبين علشان نفتح يعني. والله يا كابتن فرص الموضوع أكبر. ده اقسم بالله انا بناشد بيه، لان في مشاكل هتبقى يعني مش عايز اقول لك. انا عندي لعيبه كويسه جدا يعني، في ناس ما لعبتش الماتش اللي فات، لعيبه جامده جدا ممكن اجمد من الموجودين في الملعب. بس انت بتعمل بقى روتيشن، شوف تلعب ده وتلعب ده وتلعب ده الماتش الجاي، لان فعلا ثلاث تغييرات قليل جدا على كميه اللعيبه اللي موجوده بره. وبعدين 45 دقيقه و45 دقيقه مش كافيه لسن 14 سنه. فانا بناشد فعلا المسؤولين ان هم يعملوا لهم خمس تغييرات ست تغييرات. السنه اللي فاتت كنا بنلعب ثمان تغييرات. فمهم جدا يا كابتن ان احنا دي مهمه وانا اتفق. والثلاث تغييرات اللي نزلوا بس عشان ما انساش يا كابتن، نزل محمد رأفت تمام ويحيى احمد ويوسف سيد عبد الحفيظ تمام. اخيرا بقى كابتن احمد، كابتن فتحي مبروك يعني، علاقته مع المدربين في القطاع ودايما بيكون مساند وموجود معاكم في كل المباريات. بص يا كابتن انا عايز اقول لك كابتن فتحي مبروك من الشخصيات اللي هي بتحب شغلها جدا ومن الناس اللي هي بتتعب معانا جدا. مش عايز اقول لك من اول يوم في الاختبارات والله يا كابتن، من الساعه 7 الصبح او من الساعه 6 الصبح كابتن فتحي بيبقى قاعد معانا لحد الساعه 8 بالليل او 9 بالليل. ما شاء الله تبارك الله ربنا يديله الصحه يعني. هو يعني احنا كنا بنبقى بينزل مع اللعيبه والله يقسم بالله كابتن بيعمل مجهود غير طبيعي. مجهود غير طبيعي معانا وعلى طول مركز معانا، واللي ناقصكوا ايه يا اولاد، وبيقف معانا هو وكابتن اكرامي. يمكن انا انبسطت جدا لقيت الماتش اللي فات كابتن اكرامي موجود معانا في ملعب شباب الاميريه قاعد ومعاه كابتن فتحي على طول. الماتش اللي جاي عندكم مين؟ 15 مايو ان شاء الله عندنا. عندنا ان شاء الله بمشيئه الرحمن باذن الله. واللي بعده المقاولين برضه كابتن ان شاء الله. لا 15 مايو بره، لان الماتش اللي جاي ده باي. 15 مايو بره، والمقاولين عندنا في ملعبنا المقاولين العرب ان شاء الله. تمام، شرفتنا ونورتنا يا كابتن احمد. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، وسعيد ان انا كنت موجود مع حضرتك والله. احنا اللي اسعد والله. ربنا يخليك، بتمنى لك ان شاء الله التوفيق. حبيبي يا كابتن مصر، متشكر جدا. دي كانت نهايه حلقتنا مع كابتن احمد سمير مدير الفني لفريق 2005 بالنادي الاهلي. بنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق وكل المدربين وكل اللاعبين داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. اشوفكم ان شاء الله على خير الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده مع الاشباح.